الأحلام أو المنامات مثل ما بنسميها هي جزء مهم من فترة نومنا. كل حدا فينا ممكن يشوف حلم ويفيق تاني يوم الصبح متذكر منه تفاصيل أو حتى أشخاص أو حتى ألوان معينة، ويمكن يمكن لا يتذكر ويمكن ما يتذكر. أكيد كلامك صحيح يا ماري، وعن جد العديد من الدراسات أكدت على أنه الألوان يلي منشوفها بمنامنا هي مرتبطة بحياتنا بشكل كتير كبير، وكل لون لإله دلالاته ولإله قصصه وتفسيراته. نحن أكيد رح نعرفكم عليها بالتقرير القادم. كشفت دراسات بأن الأحلام اللي بنشوفها أثناء نومنا غالباً بتكون ملونة. الجديد يلي أكدوا علماء النفس أنه هالأحلام الملونة ممكن تترك لون محدد بذاكرتنا وقت ما فيه. فيا ترى على شو بتدل هالألوان؟ رح نبدأ من اللون الأحمر يلي بدل على مشاعر قوية تجاه شي معين بالحياة. فهاللون له رمزية عالية ومجموعة كبيرة من المعاني المنسوبة بمختلف الثقافات مثل الغضب والتحذير والعاطفة. أما درجات اللون الوردي بأحلامنا فبدل على مشاعر أكثر مرح، وبيرمز هاللون للحب والتعاطف والكرم. والأشخاص اللي بيظهروا بأحلامك وهن لابسين اللون الوردي من الممكن أنه يكون أشخاص بتشعر تجاههم بإيجابية شديدة. واللون الأورانج غالبا بيرتبط هاللون ارتباط قوي بالطاقة والطموح، وكمان ممكن يرمز لانتقال عاطفي بالنسبة للحالم. فإذا كنت عم تشوف اللون الأورانج كتير بأحلامك فربما عقلك عم يخبرك بالسعي ورا هالشي اللي بدك إياه حتى لو كان تغييرات كبيرة. رح ننتقل للون الأصفر يلي هو لون السعادة يلي بيمثل الإيجابية. فإذا كانت أحلامك مليئة بالأيام المشمسة فبيعني هالشي إنك بتطلع للمستقبل وبتشعر بالتفاؤل. وأخيرا منروح سوا للون الأخضر يلي هو بالأحلام لون معقد، وممكن أنه يرمز للعديد من المشاعر مثل الغيرة أو الشعور بعدم الرضا عن حياتك. وبأحلام تانية ممكن يكون مرتبط بالمال والثروة والنجاح.